اهلا بحضراتكم من جديد. والترند الاولمبي، الترند الاولمبي طبعا منافسه في مناسبه دلوقتي دوره الالعاب الاولمبيه في طوكيو 2020 بتتلعب خلال هذه الفتره. منافسات طبعا في كل الالعاب، هي ام الالعاب الدوره الاولمبيه، كل دول العالم بتحاول تشارك باكبر عدد من المشاركين. في النهايه التمثيل المشرف شيء مهم، لكن في نفس الوقت لازم تشتغل على ميداليه سواء برونز او فضه او ذهب. مصر حققت الحمد لله حتى الان 2 برونز في التايكوندو، والتايكوندو طبعا الحمد لله في السنوات الاخيره يمكن في دوره اولمبيه في بكين وحاليا في طوكيو في انجازات بالنسبه للميداليات الاولمبيه، بنتكلم في 3 برونز على الاقل حتى الان بالنسبه للعبه التايكوندو. يمكن الراحل اللي هو الفولي طبعا كان ليه دور كبير جدا في الاهتمام اكتر بهذه اللعبه في السنوات السابقه، لكن بنتكلم دلوقتي على الترند الاولمبي. والنهارده انجاز طيب جدا لاحد ابناء النادي الاهلي اللي احترف وخد مشوار الاحتراف بدري، راح المانيا حاليا بيلعب في فرنسا، النجم عمر عصر لاعب تنس الطاوله، النهارده تاهل للدور ربع النهائي في منافسات الرجال للمره الاولى في تاريخ الالعاب الاولمبيه وفي الدوره الاولمبيه لاعب مصري في لعبه تنس الطاوله. النهارده كسب فاز على بطل تايوان في دور 16 وتاهل لمرحله الدور ربع النهائي. بصوا يا جماعه، لعبه تنس الطاوله في مباراه بتبقى للفردي وفي مباراه بتبقى للزوجي. عمر عصر النهارده في مباراته الفردي فاز على بطل تايوان، بطل تايوان ده مصنف رقم 27 على العالم. طب عمر عصر تصنيفه كام على العالم؟ تصنيفه 43. شوفوا مدى الانجاز ومدى اهميه هذا الانتصار. والانتصار الثاني ان مصر باسم عمر عصر تصل النهارده للدور ربع النهائي لاول مره في لعبه تنس الطاوله. المواجهه اللي جايه مواجهه صعبه، هيلاعب الاسطوره الصينيه مالونج، والصين تحديدا في لعبه تنس الطاوله هم اسياد العالم في تنس الطاوله، ده معروف على مدار التاريخ. حتى كمان اللاعب الصيني حاليا هو تصنيفه الثاني على العالم، وحتى في انديه لما بتشارك في بطولات عالميه او بطولات دوليه بتستعين باللاعيبه الصينيين عشان التصنيف بتاعهم عالي، وبيقدروا من خلال مشاركتهم مع انديه يعملوا انجازات. فالمباراه اللي جايه مباراه صعبه جدا، كلنا شايفين ان عمر عصر حقق المراد ووصل لدور لم يصل ليه اي لاعب مصري من قبل. نتمنى له التوفيق في المرحلة الجاية ماتش دور الثمانية، كسب هندعمه ويبقى عمل إنجاز طيب جدا. وبكرة المباراة عليكم طبعا من خلال الجدول كل التفاصيل الخاصة بمنافسات لاعبي مصر إن شاء الله بكرة بإذن الله. لكن لا قدر الله لا قدر الله إذا خسر محدش بقى يتكلم على فكرة إزاي يخسر، أصل إزاي ما حققناش فكرة الوصول والتأهل للأولمبياد، ده إنجاز ما بعده إنجاز. إنك تحقق ميداليات ده شيء بنسميه بعد الإنجاز هو إعجاز، إنك بترفع علم بلدك وبتحقق ميدالية. حجم المصاريف وحجم المشاركه في هذه البطوله بالمقارنه بمصاريف دول اخرى في الالعاب الاولمبيه، انت بتعمل انجازات طيبه. في اخفاقات في بعض الالعاب، بس في نفس الوقت الناس بتحاول تشتغل وبتجتهد. هنقف في ظهر لعبتنا لغايه اليوم الاخير. عندنا ميداليتين ان شاء الله يبقوا 3 ميداليات، 4 5 6، وفي النهايه نشوف الحصاد العام مين نجح ونجح ازاي ومين اخفق واخفق ليه. وفي النهايه في حاجه اسمها بين قوسين التخطيط، خططت صح هتوصل للهدف بتاعك، اللي ما خططش صح نقدر نحاسبه على أخطاء. طيب ده جزء متعلق بعمر عصر، ونتمنى له التوفيق في ماتش بكرة.